التغيير الكبير الذي حدث في السودان صحب حراك سياسي أيضا كبير بنفس القدر وبنفس الأهمية، خرجت منه كثير من الكيانات والأحزاب والمؤسسات السياسية والتنموية التي تسعى أن يكون هذا التغيير فعلا تغيير إيجابي، ولأن هذه الثورة قادها الشباب وقام بها الشباب كان الأحرى أن تكون هنالك كيانات أيضا تجمع هذه الشباب، من ضمنها حزب التيار الشبابي المستقل. نسعد أنه نستقبل في الاستوديو المحامي هشام محمود رئيس القطاع السياسي لحزب التيار الشبابي المستقل. صباح الخير، مرحبا بك في قناة الشروق. صباح الخير، مرحبا بالشباب، مرحبا بالشروق، ومرحبا بالمشاهد الكريم. أهلا وسهلا أستاذ هشام. طبعا بعد الثورة الظافر كثير جدا من الأحزاب اللي نشطت في الفترة الأخيرة على المشهد السياسي، إضافة للأحزاب الأصل الموجودة على الساحة، أكثر من 100 حزب هي موجودة على الساحة، لديها أهداف برامج تريد أن تنزلها على أرض الواقع. نتعرف على هذا الحزب، خاصة أن الثورة الظافرة هي من الذي قادها هو الشاب السوداني. يعني حقيقة إحنا سعيدين إننا نكون أول حزب يتأسس بعد الثورة المجيدة، وليس ما كنا الحزب الوحيد يعني، وبالتأكيد حزب يقوم ويتسجل لدى مسجل الأحزاب السياسية بعد الثورة أكيد يكون مستوعب لكل المتغيرات الحاصلة في الساحة السياسية، وأكيد عنده أهداف تستوعب كل الطموحات اللي قاموا من أجلها الشباب. والحمد لله الحزب تم تأسيسه قبل حوالي 3 شهور تقريبا، لكن العطاء اللي قدمه لحد الآن يشهد له في مجال السلام ومجال الثقافة. شنو العطاء اللي قدمه؟ الحزب قام بعمل كبير في ميدان الخليفة، احتفل بيوم السلام العالمي، وعمل لقاء جماهيري كبير، وقدم رسائل واضحة مباشرة لحملة السلاح، وقدم رسائل للحكومة في شأن السلام. نعم أستاذ هشام، فكرة المستقلين في شكلها العام لا تتوافق مع فكرة أنه زول يكون ينضم لمؤسسة أو لحزب، وتخلي دي برضو بتبقى هنا صعوبة أنكم تجدوا موالفة. يعني الحزب اسمه حزب التيار الشبابي المستقل، لكن هو في النهاية كيان بيجمع طيف كبير جدا من الشباب السودانيين. نتعرف على الفلسفة اللي قام عليها هذا الحزب. يعني الظروف اللي قام فيها الحزب كلها يسار ويمين خيارين، فالحزب حزب وسطي باستغلالية تامة في هذا المجال، يستوعب كل التنوع الموجود في السودان، وشعاره وحدة في تنوع. أستاذ هشام، يعني ذكرت في البداية أنه الأحزاب على أرض الواقع هي كثيرة، ومل الشارع السوداني من الشعارات ومن الأهداف الموجودة على أرض الواقع، شنو الممكن يطلع به هذا الحزب الشبابي على أرض الواقع من أهداف صحيح كثير جدا من المفاهيم اللي كانت حاصة في عقلية المشاهدة والمطلق السوداني؟ طبعا في حاجة أساسية يعني مفروض تكون معلومة، إنه ما في نظام سياسي بدون أحزاب. يعني في نظام سياسي في دولة مدنية حديثة لازم يكون في رؤى تطلع من كيانات سياسية معلومة وكذا. فالمطروح كثير فعلا، في كمية من الأحزاب اللي كانت موجودة قبل الثورة عندها برامج وأهداف وكذا، لكن يعني احنا ما جينا حقيقة خصما عليها، لكن جينا نستوعب المتغير بعد الثورة، بحيث انه نقدم ممارسة سياسية مختلفة خلاف الممارسة التقليدية اللي كانت موجودة، اذا كان في الاحزاب الطائفية ولا التقليدية ولا العقائدية ولا خلافه يعني او شايل السلاح. احنا بنطرح ممارسة سياسية مختلفة يعني تستوعب المتغيرات الموجودة، وده هسه حاصل يعني على ارض الواقع. كل الأحزاب السياسية مؤكد لديها برامج، يعني بتسعى من خلال هذه البرامج إنه تخدم الوطن والمواطن، وإنه تجذب أكبر قدر من العضوية الفاعلة لهذه الأحزاب. نتعرف بشكل مختصر عن برنامجكم وأهم النقاط اللي هو بيرتكز عليها.
أهم نقطة أساسية نحن بنعتمد عليها نحن وسطيين، لا يمين متطرف ولا يسار يعني متطرف أيضا. متطرف أيضا الوسطية في كل شيء. الآن نحن في مرحلة بتاع بناء، يعني لم يتجاوز عمرنا حوالي 3 شهور تقريبا. مستوياتنا اتحادية، ولائية، محلية. الآن الجهد أغلبه مع المشاركة في الحياة السياسية، الجهد مركز على البناء، فهو المستوعب كل الجهد وكل الاجتهاد بتاع الحزب ومقدراته. والحمد لله يعني لدينا بعض الإسهامات كما ذكرتها، ولدينا بعض الرؤى في مجال المفاوضات الجارية في نتحدث عن الرؤية تحديدا. يعني لما نسأل عن البرنامج بنكون عاوزين نعرف برنامجكم السياسي شنو، برنامجكم أيضا التنموي، باعتبار أنه هذه الأحزاب يعني لديها وظيفة تنموية يعني في قطاعات مختلفة، التعليم والصحة وغيرها من القطاعات. يعني أحب أفرق بين يعني الحزب ده حزب سياسي ما آلية تنفيذية. نحن بنجتهد في ابتكار رؤى وابتكار حلول لمشاكلنا السياسية، بنبتكر حلول لمشاكلنا الاقتصادية، الأمنية، الكذا، وبنقترح هذه الحلول وبنعمل على تقديمها للجهات المختصة ونقدمها للشارع على أساس أنه ده المنافس بتاعنا. يعني إذا يعني حصل ووفقنا وجينا بقينا مسؤولين او بقينا تنفيذيين او بقينا في السلطه، بعد ذلك بيبقى برنامج. لكن السؤال كان انه يعني ما هي هذه الرؤى هي نفسها؟ يعني شنو اللي انتم بتفتكروا ممكن يكون حلول مثلا المشكلات الاقتصاديه؟ خلينا نمسك الشان الاقتصادي، باعتبار انه موضوع السلام انتم برضو يعني متابعين يعني في المفاوضات، لكن هل لديكم رؤى لحلحله الاشكالات الاقتصاديه؟ بالتاكيد نحن عندنا قطاع اقتصادي، وما يخص الاقتصاد هذه مسألة متخصصة يعني يتحدث فيها المتخصص فيها يعني. فأعتقد في مجال يعني أوسع في غير هذا اللحظات يمكن أن تصهر الفكرة بتاعت الحزب في الجانب الاقتصادي. أستاذ هشام، يعني الشاب السوداني اللي قاد هذا الحراك هو مستقل لدرجة كبيرة، حتى الذين كانوا ينتمون لأحزاب أخرى هم كانوا يشاركون باسم السودان من أجل الوحدة الوطنية عموما. تكلم عن طريقة استقطاب الشباب في هذا الحزب وكيفية إقناعهم بأن هذا الحزب سوف يحقق لهم الأهداف المنشودة لاستكمال عملية الثورة. طيب حقيقة يعني الحزب لما قام وتنادوا الناس ورأوا ضرورة تكوين حزب، التحرك ده كان جاي من بيه الشباب أصلا. يعني عندنا ما شاء الله عدد كبير من الشباب كانوا موجودين في ساحات النضال المختلفة بعد نجاح الثورة وتحول الأمور للمدنية والحكومة الانتقالية، عملوا الناس على الاستفادة من هذا الجهد وتكوين حزب. الحزب عموما بيختص يعني بيخاطب الشباب وبيستقطبهم من خلال برامجهم، من خلال طريقة تفكيرهم، من خلال همومهم. بنحاول نعرض المسألة دي على الهواء في خلال الندوات، من خلال الإعلام، من خلاله، بحيث إنها تبقى يعني مسألة بتاعت عامل بتاع جذب للشباب، تقدموا به نفسكم للشباب. نعم. طيب يعني واحد من أهم أولويات أو الأولوية رقم واحد بالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية هو إحلال السلام الشامل والعادل، ويمكن نتابع يعني مفاوضات السلام التي تجري بين الحكومة الانتقالية وبين حركات الكفاح المسلح في جوبا.
رؤيتكم والله ما هو دوركم في هذه المفاوضات خصوصا مع قيادات منطقة النيل الأزرق؟ يعني هل في تواصل بينكم وبينهم؟ هل بتنقلوا رؤى المواطنين الموجودين في هذه المناطق؟ هل بتحاولوا أن برضو تقربوا جزء من وجهات النظر ما بين حركات الكفاح المسلح وما بين وفد الحكومة الانتقالية؟ نعم، نحن بداية بندعم الحكومة الانتقالية في مزعاها في تحقيق السلام، وبندعم كل الجهود الرامية لهذا الاتجاه من الحكومة الانتقالية، وبنشيد بدور رئيس لجنة التفاوض الفريق حميتي، وبنفتكر انه الزول المناسب للقيام بهذا الدور، وبرضه بنشيد باسهاماته اللي قدمها لثوره ديسمبر، واعتقد دوره لا ينكر في ارساء السلام حتى الان. يعني حتى ما جرى بالامس في بور السودان لولا تدخل قوات الدعم السريع يعني كان ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه. نعم. بالنسبة للمفاوضات نحن بنفتكر يعني الفترة اللي فاتت كانت المسألة متعلقة بقطبين، الحكومة وحركات الكفاح المسلح، تجاوزوا مكونات كثيرة في المنطقتين وفي السودان عموما. أصحاب المصلحة يعني. أصحاب المصلحة الحقيقية، نعم، عندهم مشاكل، عندهم رؤى، وما شالوا السلاح، فما كان من الحكمة في أن الناس تتجاوزهم، وكان ممكن يعني تتعامل ندوات، تتعامل ورش يستنطقوهم في أي مجال أو آلية، يعرفوا رأي شنو، فهموا في المشاكل شنو، حلول شنو، ويستصحبوها في المفاوضات. ده أعتقد أنه الطريق اللي ممكن يؤدي لنتيجة طيبة. العلاقات مع حاملي السلاح في ولاية النيل الأزرق موصولة، يعني النيل الأزرق ولاية عندها خصوصية، التواصل أصلا ما انقطع، يعني بين برا وجوا متواصلين، والأفكار الناس بتتبادلها، وفي تأثير يعني متبادل. لكن الولاية فيها أبرز المؤثرات الأعيان والإدارة الأهلية، لها دور كبير طبعا في يعني ردق النسيج الاجتماعي والتأثير على مجريات الأحداث، وده برضو جانب كان مغفل، يعني كان مفروض الناس تستصحبوا معاها. وبنفتكر انه الأثر السلبي اللي حصل في الزمن الطويل الفات في الحروب أرهق هذه الولايات، خصوصا المنطقتين جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفي تردي في البيئة وتردي في البنية التحتية وخلاف وعين. فبفتكر يعني إذا الناس اهتمت بالقضايا بتاعت المنطقتين أكثر من القضايا بتاعت حملة السلاح بيكون في نتيجة طيبة. عشان يعني في النهاية الناس إذا التزمت جانب الأشخاص يعني حنجيب ناس شايلين سلاح وحنفتح الباب لناس ثانيين يشيلوا سلاح عشان يحلوا مشاكلهم. يعني نتمنى يعمل الامن والاستقرار على ولايات السودان المختلفه، على المناطق المتاثره جراء الحروب لسنوات طويله، مقدرين وان شاء الله من خلال هذا الحزب ايد الشاب الوعي السياسي الخلاق حتى ليقدم نفسه امام الجميع بكل حصافه. نحن شاكرين جدا مقدمين استاذ هشام محمود رئيس القطاع السياسي لحزب التيار الشباب المستقل، كثر خيرك. الله يكرمك، مرحبا.